اقول لك على حاجه برضو، انا عندي برضو يعني كان لازم عبد الله السعيد يبقى موجود. ايه كان لازم؟ اه طبعا كان لازم عبد الله السعيد. 38 سنه واحسن لاعب في مصر. بعد بطولة افريقيا اللي انا شفتها له، عبد الله السعيد فرق السرعات، فرق القوه، ما يقدرش يجري. عبد الله السعيد في بطولة افريقيا كان بيدافع ومش قادر يجاري. عبد الله السعيد ميزته، الماتش اللي جاي مين؟ عبد الله السعيد ميزته ان هو بينزل لكل لعيب، بيوصل لكل لعيب. لا حسن، طبعا هقول لك على حاجه، انت عندك حق. يبقى معنى كده عمرك ما هتوصل او تغير المنتخب. مين اميز من عبد الله في المكان ده؟ مفيش. بس هو ممكن ما يكونش هيلعب ب 10 يعني. الله اعلم، ما انا مش عارف، ما انا ما اعرفش الراجل بيفكر ازاي. كده ان انت مش عايز تطور، انت على الاقل عندك 3 4 لعيبه هم دولت الخبرات، في حجازي، في علي جبر، في طارق حامد، في الشناوي، في محمد صلاح، هم دولت الخبره. لازم تطعم، لازم تغير، لازم يبقى في دم جديد لمنتخب مصر، لازم تقدم لعيبه جديده. هو كمان هو بيعمل جيل ل 2026، فاكيد عبد الله السعيد مش هيبقى موجود. لا طبعا، لا فانت انا بتكلم في الفتره دي. في الفتره دي انت فعلا ممكن تكون محتاج خبره زي ده، محتاج حد بقوته في نص الملعب، محتاج رابط بين الخطوط. انت ما عندكش اللاعب انت عارف، هو ما عندكش لاعب في مصر. لما اتكلمت مع ناس شغاله مع راجل روي فيتوريا، راجل بجانب ان هو راجل فنيا محترم جدا بخبراته الكبيره، هو بيشتغل بشكل علمي كبير جدا. يعني ايه؟ يعني بالورقه والقلم. بالظبط. انا عندي كام لاعب معدل اعماره فوق ال 30، كام لاعب من 22 ل 25، حاجه كويسه. فممكن مثلا ايه، يجي عبد الله السعيد قدامه يكون مثلا الثلاثينات عنده زاده. فلا خلاص، معلش يا عبد الله، انا مش هقدر اخدها. بس انا بقول لك يعني هي حسابات. انا بتكلم في انت الماتشين اللي جايين مش ماتشين وفاي قوي، او انت مش بتلعب في بطوله مجمعه. انا بكلمك ممكن تكون محتاجه، ان فعلا ما فيش زي ما بتتكلم. لو انت بتتكلم هتلعب ب 60 و10، ما فيش، ما عندكش 10 مميزه يا عبد الله. في نقطه كمان تفتكروها، تمام؟ عبد الله سعيد لما لقى نفسه مش هيبقى موجود اساسي مع منتخب مصر، هو راجل قال لك انا اعتزل الدوري. خلي بالك، فمعنى ان انت ترجعه، هو يبقى عايز يبقى ضامن مكانه اساسيه، وانت مش هيبقى ليك مكانه اساسيه وانت عندك. عبد الله السعيد انا اتعاملت معاه مع بيراميدز، في بيراميدز يعني، لا لعيب ذكي وعارف جداً. هو جداً. عايز هو يعمل ايه، وعايز قيم الكوره، وعايز بيخطط لايه بعد كده. لا لا، لعيب ذكي. فهو فعلا زي ما انت قلت، اول ما لقى نفسه ان هو مش هيلاقي ليه مكانه، مش هيلعب اساسي، وده الصح، فاعتزل دوري. وده الصح.